شبابنا يتاير، قبيلة يتايرة، شبابنا يتاير احمي الميدان، وجيشنا اللي صايم حق الأمان، وأهلي في رابعة، يا أهلي في رابعة أوام عن الميدان، يا أهلي في رابعة أوام عن الميدان. ونرجع لصورة كانت جامعة مصر في يوم في الميدان، ونحزن لفرصة ضاعت من إيديكم، خرجتوا بإيديكم ليه بره الميدان؟ وحق يا بلدي اللي بيني وبينك، ما هقدر يا بلدي أفصل سياسة، بس اكتئبت. كسر قيودك كلها، اضحك على الموت والضعف، وعلي صوتك، علي صوتك سمعه، إن أنت حي، إن أنت حي، وإن الموت مش لأمثالك، وإن أنت لما نزلت، نزلت، ميها نزل، وحتى وإن نزلت، أنت بتبذر بذور، اطلع بنبتة، شد بيها عين شمس، غرق بمحصولك بلادك، كسر الإيد اللي فاكرة إنها فيك متحجبة، كسر قيودك كلها. كل يوم يجيب يبتدي ومجرد حلقة هو بتجيب، وبيبتدي معاه نفس الروتين الفاشل والغلط. بصحى الصبح، باخد دش، بفطر، بشرب نسكافيه، ودايما مع أول شطة نسكافيه بفتكر كل أحلامي وأنا نايم، وبتمنى طبعا إنها تتحقق. مش عارف ليه المسافة كل يوم بتكبر وتبعد بين أحلامي وبين الواقع اللي أنا عايشه. اتعودت نرمي همومي وفشلي على غيري. وانا صغير كنت بحلم بقرايه فراغ، معرفش انا كنت صغير، بس لما كبرت بقى حلمي الكبير اني اشتغل واتجوز، بس يا ترى هو ده صح؟ نفس الروتين ونفس التفكير ونفس المهم. هو انا اعيش ومطر كده؟ من غير ما اعمل اي حاجه مفيده في حياتي؟ ده انا حتى لما بتفرج على فيلم اجنبي ولا على ناشونال جيوغرافيك ولا اقرا كتاب بقول هي الناس دي ازاي كده واحنا كده؟ هما في وادي واحنا في وادي تاني خالص. انا وصلت لدرجة ان انا اعتقدت ان احنا خلاص امتى هنعيش ونموت كده واحنا دولة من العالم التاني. هنفضل تابعين ان شاء الله. يا رب، هو احنا فعلا اغبياء زي ما هما بيقولوا علينا؟ كل واحد مننا ترس صغير، بس المشكلة إن إحنا كل واحد بيقول إشمعنى أنا غبي؟ مستني التاني ليه؟ بس هي الفكرة مش في كده، إحنا محتاجين بس ترس واحد يبدأ. ترس؟ وأنا جننت ولا إيه؟ أيوه، أنا اكتشفت السر، إحنا مش أغبياء، إحنا مش أغبياء بالوراثة، لأ. ده شوية كسل على قدها. احنا لما بتولد ربنا بيخلقنا احرار وعقولنا ما بيكونش عليها قيود، لكن احنا بقى اللي بنحجمها وبنفرض عليها 100 قيد وقيد.
انا عرفت انا ليه لما كنت بحلم ان اكون رائد فضاء دلوقتي الحلم تحول من ان انا اخري عايز اشتغل واتجوز بس. زي الاطفال بالظبط، الطفل لما بيتولد ما بيكونش ليه اي حدود على عقله. من انت احنا علمنا الحدود والقيود ده. ايوه حدود، ممكن حدود والقيود تكون في وقت اكيد هتفيده، لكن غالبا بيعلموا حاجات كتير من دول. الظاهر ان احنا المفروض نتعلم الاطفال. التجربه والتغيير سر النجاح. جرب اللي ساعدونا في تنظيم الحفله وحمايه الحفله اللي انتوا شايفين. يا ريت